أهلا بكم. شهدت محافظة السليمانية في شمال العراق تظاهرات احتجاجية لآلاف الطلاب، شارك فيها مواطنون آخرون للتنديد بالوضع الاقتصادي السيء قبل تمددها إلى بقية مدن شمال العراق، حيث أضرم المحتجون الغاضبون النار في مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المهيمن على محافظة السليمانية، كما أغلق المتظاهرون الطريق الرئيس باتجاه مطار السليمانية الدولي. وتدفع الظروف المعيشية القاسية سكان كردستان العراق إلى موجات هجرات متكررة تسببت آخرها في وفاة العديد من هؤلاء المهاجرين عند الحدود البولندية البيلاروسية. ويقول مراقبون إن السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية في محافظة شمال العراق هو الفساد المستشري واستحواذ الأحزاب المهيمنة هناك على الثروة والامتيازات، بينما تعاني الأغلبية البطالة والفقر والتهميش. تظاهرات شمال العراق وتفاقم الوضع المعيشي السيء من جراء الفساد الحكومي للأحزاب الحاكمة هناك هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل تفجر التظاهرات الشعبية في شمال العراق مرتبط فقط بإيقاف المنح الطلابية وتأخر صرف رواتب الموظفين؟ وهل تختلف منظومة الفساد الحكومي والاستيلاء على الثروة عن الفساد في بقية محافظات العراق؟ ألم تثبت تظاهرات تشرين وتظاهرات شمالي العراق فشل النظام السياسي برمته وفساد قواه كلها وحتمية إنهائه؟ وكيف قوضت هذه التظاهرات صورة كردستان العراق باعتباره ملاذا للاستقرار والازدهار الاقتصادي مختلفا عن بقية مدن العراق؟ وهل ستعمد الأحزاب في شمال العراق إلى آلة القمع والبطش لقمع هذا الحراك الشعبي كما فعل شركاؤهم في بغداد ضد تظاهرات تشرين؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي محمد بازياني. طالما أنها جزء من العراق الجديد وتحكم بأدبيات عملية ما بعد الغزو الأمريكي، فسوف تشهد ذات الأوضاع المتردية مثلها مثل بغداد والبصرة والموصل وغيرها من محافظات العراق. محافظة السليمانية التي شهدت انفجاراً شعبياً جاء نتيجة تراكم السخط الشعبي على تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة. تظاهرات بدأها الطلاب والتحقت بها الفئات المجتمعية فاتسعت لتشمل أربيل ودهوك، وتبين بكل وضوح لماذا يهاجر العراقيون براً وبحراً وجواً للهروب من وطأة الفساد المستشري في البلاد. شمال العراق الذي صور على أنه أفضل من الجنوب والوسط من الناحية الأمنية والاقتصادية يفضح سكانه حقيقة الواقع، وتكشف شعارات المتظاهرين عن مدى تردي الوضع المعيشي والخدمي، كما أن تعامل السلطات القمعي مع المتظاهرين في السليمانية يؤكد أن حكومات ما بعد الاحتلال تتعامل مع العراقيين بنفس الطريقة وتحكم البلاد بعقلية تمت برمجتها بعد عام 2003. ولا يمكن قراءة المشهد في شمال العراق بشكل منفصل عما يجري في وسطه وجنوبه، إذ أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة تشرين لا تنفصل عن أسباب تظاهرات السليمانية: الفقر والبطالة وغياب فرص العمل والفساد والاستبداد وقمع حرية التعبير. كل هذه التراكمات أدت إلى نضوج الوعي الثوري للشباب العراقي، فتحركت قوافله الثورية من البصرة جنوبا إلى السليمانية شمالا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي سنبحث فيها التظاهرات الشعبية في محافظة السليمانية وبقية شمال العراق من جراء الفساد الحكومي. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، ومعنا أيضا الدكتور محمد بازياني رئيس مركز الهدى للدراسات والأبحاث. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أهلا وسهلا دكتور محمد بازياني معنا. نعم أنا معكم دكتور، أرحب بضيوفكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور، هل تعتقد أن التظاهرات التي جرت في شمال العراق تتعلق فقط بظرف آني أو بسبب آني وهو إيقاف المنح الطلابية فقط، وإنما هي تظاهرات ربما كشفت عن واقع
الحقيقة أكثر قسوة وأكثر صعوبة في العراق، وخاصة الصعوبات المعاشية من جراء يعني الفساد الحكومي المستشري في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول إليكم ولجنابك أيضا للضيفين الكريمين. حقيقة المتراكمات اللي موجودة منذ 1992 بداية تأسيس الكابينة الأولى لحكومة إقليم كردستان قبل سقوط النظام الحكم في العراق، هذه المتراكمات تراكمات موجودة، ولكن بعد 2003 كان يتوقع جماهير العراق وجماهير كردستان بكل أطيافه بكل قومياته أنه يكون مرحلة جديدة من الديمقراطية ومن حقوق الإنسان وأيضا من الحقوق الواجبات للمواطن، لكن مع الأسف يوم عن يوم تزداد معاناة المواطن الكردستاني نتيجة الحيف والظلم المسلط من قبل الحزبان الرئيسيان الديمقراطي وأيضا الاتحاد الوطني الكردستاني اللذان تفردا بالسلطة وبالممتلكات وبالمال وبالتجارة وبالعقارات، فهذا شيء مؤسف حقيقة. فهذه المتراكمات بدأت في البداية استحواذ الحزبان على كل مقدرات الأمة، وأيضا باستحواذهم على المؤسسات الحكومية والتجارية والاقتصادية، ولكن المواطن يشعر بالحيف. بالرغم من هذا أيضا هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط الأبيض وكذلك الضرائب المجحفة على المواطن، على العقارات، على المحلات، على الشركات، فهذه الحالات متراكمة. أيضا احنا كنا ب 2003 و2004 كنا نتوقع الانفجار كما حدث مرات كثيرة، الانتفاضات وأيضا المظاهرات لطلب حقوق المواطن الكردي والمواطن الكردستاني لحقوقهم المسلوبة حقيقة، وهناك بون شاسع بين أبناء المسؤولين ومعظم الناس الفقراء من الجماهير حقيقة. يعني المظاهرات الأخيرة بالذات للطلاب أثبت أنه الطالب اللي ما يملك 250 ويملك أجرة تاكسي، أجرة سيارة، أجرة شراء يعني شيء بسيط يعني، فهذه الأشياء كلها أصبحت حالة، وبالذات الطلاب يعانون، بالذات لأن الطلاب الشريحة الطلابية الشبابية لم يروا ظلم الحكام السابقين ورأى ظلم هؤلاء، والفرق بينهم وبين أبناء الذوات وأبناء المسؤولين، فهذا جعل أنهم يشعرون بالحيف ويطلبون حقوقهم. وأبسط حق للطالب الجامعي كما ذكرنا أنه 50 إلى 100 ألف دينار عراقي فقط يكفي مثلا أجرة السيارة أو أجرة أكل بسيط يعني، فهذا الحق المفروض الحكومة تلبي طلبات الطلاب. وتعرفون أن الطلاب سابقا في كل المظاهرات والثورات الشباب كانوا رأس الحربة في الانتفاضات سواء كان في العراق عهد البائي. أشكرك دكتور واضح. دكتور أشكرك، دكتور رافع الفلاحي أشكرك، دكتور بازياني. دكتور يبدو أن هذه التظاهرات وإن أطلقتها شرارة إيقاف المنح الطلابية لكنها الحقيقة كانت الحقيقة هناك واقع مخفي، وتحدث دكتور بازياني أن هناك تراكمات بعضها فوق بعض ويتوقعون لحظة الانفجار، وجاءت لحظة هذه الانفجار، هذه لحظة الانفجار الشعبي أخمدت يعني تم تداركها أم أنها كالنار تحت الجمر وقابل الانفجار في أي لحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يعني الوضع هذا اللي موجود بالعراق هل قابل للانفجار إذا ما أخمد التظاهرة هنا، إذا ما قمع التظاهرة هنا؟ أنا أقول لك أن الانفجار قادم لا محال، سواء كان في الشمال أو في باقي مناطق العراق، للسبب التالي:
أنه فلسفة السلطة منذ عام 2003 لحد الآن فلسفة شاذة، فلسفة غريبة، غير منطقية. الإطار الذي وضعت فيه إطار فوضوي، ليس فيه سياقات ثابتة، ليس فيه دلالات. هناك ثروات هائلة تأتي لكل الأطراف، كل السلطات الحاكمة، وهناك شعب يزداد جوعاً، يزداد ظلماً. يعني لا يمكن أن تسكت الشعب إذا ما عبدت شارعاً وبنيت كم بناية وما أعرف شنو، سويت أسواق مولات وكذا، ولا يمكن أن تسكت الشعب. الشعب متطلباته بالحياة حرية واحترام لكرامته وأسباب رزقه وضمان أمنه وأمانه وثبات موقفه في اليوم وفي المستقبل، نعم، له ولأطفاله ولمستقبل حياته. بالتالي هذه الظروف منذ عام 2003 لحد الآن غير متوفرة في العراق. والتظاهرات التي خرجت في الشمال هذه ليست جديدة، سبقتها تظاهرات كثيرة. وإذا نذكر في 2011 ظهرت، يعني خرجت تظاهرات كبيرة جدا ولنفس الأسباب. وتتطور الأسباب وتتطور هذه التظاهرات والأسباب واحدة ربما، فساد وخراب، وضع اقتصادي منهار، مع تراكم الثروات، مع محاولات الكذب واللعب. كل السلطات أنا أعتقد، كل السلطات اللي لا أعتقد لكن جازمة، كل السلطات التي تحكم العراق شمالا جنوبا وين ما تكون في العراق، هي سلطات بلا عقل، بلا رؤية واضحة. من عام 2003 لحد الآن طبيعة الحكم في العالم تغيرت، وهناك تغير مهم كبير جدا طرأ على العالم، مو بس على العراق، طرأ على العالم كله، أن هناك انفتاح إعلامي، هناك وسائل تواصل اجتماعي، هناك انترنت، هناك حياة مفتوحة. ذلك هذه مقولة أن العالم تحول إلى قرية صغيرة واقعية صارت. الإنسان وين ما يكون يفتح هذا الجهاز ويرى العالم كله، ويرى ما يرى الأسعار وأسعار النفط، ويرى التجارة، ويرى مدخولاتك ومخروجاتك. لم يعد العالم مغلق والمواطن كل المعلومات عنه غائبة ولا يعرف إلا ما تطرحه السلطة. سلطة تقول أرقام التالية فيصدقها أو لا يصدقها، تقول المعلومات التالية يصدقها أو لا يصدقها. هذا الوضع اختلف الآن. المواطن الآن بدأ يعرف وبدأ يدرك كل الأمور. لذلك عندما يقارن نفسه مع دول أخرى يرى نفسه في قاع الهاوية. وهذا الحال انعكس على كل العراق، في كل العراق التظاهرات التي خرجت انعكس مراكمة للغضب والسخط والنقمة. نعم نعم، لأنه بالتالي هو عنده مجمل من خيبات. هناك وعود وهناك عدم تنفيذ، وخيبة وخيبة. هذه الخيبات المتراكمة تحول الإنسان إلى قنبلة موقوتة، تحول المجتمع. هؤلاء الشباب الذين خرجوا لم يخرجوا يعني هكذا، هم من بيوت، من مجتمعات، من أصدقاء، من جيران، وبالتالي هم من مجتمع، مجتمع صغير، مجتمع منطقة، مجتمع حي، مجتمع منطقة، مدينة. بالتالي هذه المجتمعات كلها تعاني نفس معاناتهم وتدعمهم بهذا الاتجاه، والمشاكل هي هي. وهي نقطة مهمة دكتور، هاي أنت وصلتنا إلها، وخلينا نحيلها إلى ضيفنا دكتور قحطان الخفاج. دكتور أولا أهلا وسهلا بك. أهلا بك أخي العزيز وبالضيوف الكرام والمشاهدين. دكتور، الأحزاب الموجودة في شمال العراق شاهدت بنفسها تظاهرات تشرين العارمة ضد السلطة في بغداد، من بغداد إلى البصرة، وكانت طبعا تظاهرات ساخطة وغاضبة، تظاهرات ضد الفساد والفقر ونهب الثروة. لماذا لم تتوقف أمام هذه اللحظة وتتعب أو تستفيد من هذا الدرس القاسي حتى لا تكرر التجربة عندها أو تنتقل هذه العدوى إلى شمال العراق وتنتهج سياسات مختلفة أو على الأقل مخففة من الفساد حتى لا نصل إلى نقطة الانفجار هذه التي جرت في الشمال؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز. هذه حقيقة الأمر هي مأساة العراق بعد 2003، وهذه القوى السياسية التي تتحكم بشأن السياسي بالعراق بدون أن نحدد مسؤولياتها تشترك بمظاهر فريدة من نوعها. هي أولاً الانتماء الشكلي إلى مجاميع معينة في وقت تتقاطع تماماً مع طموح تلك المجاميع. اثنين، أنها تدعي الرغبة للبناء والديمقراطية والحضارة وهي تمتهن حالة من التعسف و
الكبرياء وتسلط. الشيء الآخر تدعي أنها وطنية تعمل بجد ولكنها مرتبطة بقوة خارجية تعمل من أجل تلك القوة، وبالتالي هذه المجاميع لا تستمع إلى الشعب، لا تنظر إلى الحراك الشعبي، لأنها هي مسيرة أكثر ما هي مخيرة، وبالتالي هي تدرك على أنها أتت بما أريد لها من واجب لأن يجعل العراق بحالة هو الأسوأ في مقاييس كافة. والآن الذي نراه في السليمانية، بالنسبة السليمانية نعرفها جيدا، شعبها أكثر تطور وحضارة ووعي من بقية أقرانهم من أبناء الشعب العراقي في شمال العراق، لذلك نرى الحراك في هذه المنطقة الواعية المستنيرة. إذن نحن أمام إحنا أمام حالة من التغيير الحقيقي أو الإدراك الشعب العام إلى أن العملية السياسية بشخصها بآلياتها دون مسميات هي خاطئة. حالة أخرى أيضا هذا دللت على أن السلب والنهب هو الفيصل في كل المجاميع، لذلك من يذهب إلى ما يسمى بالفدرالية كما يمن النفس بعضهم ويقول أن المنطقة الشمالية هي متميزة ومستقرة، هاكم الحقيقة تقول أن المواطن العراقي في شمال العراق يعاني الأمرين كحاله بالبصرة وكحاله في بغداد، والمتنفذين بالقوى السياسية مسيطرين متحكمين اغتنموا فرصة وكل أمور لصالحهم. لذلك من هنا على المجاميع الأخرى السياسية بين قوسي ما يسمى بالأحزاب السنية وعذرا لهذا المسمى ألا يخدعوا أنفسهم والناس بأن الفدرالية طريق إلى التقدم. في العراق لا يمكن هذا يكون، لأن الذين يتحكمون بالشأن العراقي هم ليس عراقيون، أما مذهبيون وأما طائفيون وأما متخندقين عقاديا أو عشاريا ضيقا، وبالتالي المواطن يعاني ويعاني، والمسؤول يرى وكأنه فرح بنصره عندما جاء العراق يجوع إلى هذه الحاجة إلى هذه الحالة. إذن الذي يحصل في الشمال تأكيد على العملية السياسية خاطئة، الفدرالية خاطئة، يجب أن الشعب العراقي برمته وكما يحصل الآن من البصرة إلى زاخو يتحرك تحرك واعي سلمي منطقي حضاري ليغير العملية السياسية الخاطئة ويعيد العراق مجده، العراق الكامل الموحد شعبا وأرضا وقيما. دكتور محمد بازياني، الأحزاب الموجودة فقط منحها من الاتعاظ وأخذ الدرس من تجربة تشرين والفساد الموجود في العراق فقط لأنها أحزاب مسيرة ولا تملك من أمرها شيء، ليس عندها خيار آخر كما يقول دكتور قحطان، فقط هذا الذي يمنحها لأنها مسيرة مرتبطة موجهة من قبل الخارج؟ أنا في رأيي أنه الأحزاب اللي موجودة له عمق في السياسة وأيضا عمق في المجتمع الكردي، سواء الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني وبقية الأحزاب اللي اشتركوا في التشكيلات الحكومية السابقة منذ التشكيلة الأولى 1992 ولحد الآن. لكن المشكلة هنا أنه الحكومة يعني ما تشعر الحكومة ليست حكومة رشيدة، حكومة تعبر عن مشاعر المواطنين. يعني هذه المشكلة، أنه الفساد الإداري مستشري فيه باعترافهم هم، الحزبان الرئيسيان هم يعترفون أنه هناك فساد إداري، على هذا أنهم دائما يحاولون أنه التجديد والإصلاح، لكن على أرض الواقع لا نرى تجديد ولا نرى إصلاح حقيقة. يعني ذاك الإصلاح اللي يريد المواطن إيش يريد؟ احتياجات المواطن الأساسية هي الأمن والأمان والغذاء والعيش الكريم، وأن يكون له يعني حرية في التعبير وحرية في النقد وحرية يعني متابعة السلطات ومراقبة السلطات والإعلام الحر. فهذه الأشياء بدأت من يعني القبض على المتظاهرين وكذلك يعني قمع المتظاهرين سواء في سليمانية أو في أربيل أو في أي منطقة من مناطق الحكم الإقليمي، مثلا حكومة إقليم كردستان.
بالرغم من انه الشعب مثل ما تفضل الاستاذان الكريمان انه الشعب الان واعي، يعني الانترنت والاذاعه موجوده في كل بيت وفي كل جهاز كمبيوتر وفي كل موبايل، فاصبحت المحطات موجوده، الوعي الشعب السوعي في اعلى درجاته ويرى بام عينيه الفرق ويرى بام عينيه اسعار كما تفضل ضيفكم الكريم اسعار النفط في ازدياد في العراق ككل، يعني هالمعاناه اللي موجوده في بغداد وفي البصره وفي الاقليم نفس المعاناه الموجوده، يعني احنا ايش نريد؟ المواطن ايش يريد؟ المواطن يريد العيش الكريم، يريد هل احنا عندنا ثروات كلش كبيره، يعني على بحيره احنا من النفط يعني ثالث دوله بالعالم من ناحيه النفط ومن الناحيه الثروه السمكيه ومن ناحيه الثروه حتى الثروه الزراعيه، النخيل اللي موجود في العراق كانت تصدر في في في, في الانظمه السابقه الى الخارج وكانت احسن التمور اخي الفاضل، واحنا كنا ناتي الى تركيا من 92 93 كان منفذنا الى الخارج كانوا يقولون جيبوا التمر العراقي، تمر بصره، تمر دياله، هسه اصبحت الحاله منهوبه، لا زراعه ولا صناعه، صناعه الادويه ادويه السمراء كانت تباهي الادويه الموجوده في لندن، الاطباء والمفكرين كلهم الان يعني حاله مزريه، الاطباء يهاجرون، الكفاءات العلميه ما يتم الاستفاده منها، لكن ناس جهلاء يكونون في موقع المسؤوليه فعلى هذا لا يعرفون لا حكم الرشيد ولا هم يحزنون. احنا ابائنا واجدادنا قالوا يعني الامامه رعايه شؤون الامه، يعني الامه اللي انت تحكمها لازم تراعي شعوره، تراعي معاناته، ابسط المعاناه انه يكون له عيش كريم، يكون له سكن. نرى مئات العمارات مرتفعه كما يقول الله سبحانه وتعالى بئر معطله وقصر مشيد. ولا واحنا نعاني في الاقليم من الماء، نعاني من النفط الابيض، نعاني من الكهرباء. ايضا في بغداد وفي البصره نفس الحاله، نعاني من الماء، ماء الحلو، ماء الشرب اخي الفاضل. وهالملايين ومليارات الدولارات اين تذهب؟ الناس بدا يسال سواء المواطن البسيط حتى امراه مسنه ب 80 سنه يقول الحاله اللي انا شفتها الان في الاقليم وفي العراق لم اراه في حياتي بالرغم من هالثروات الكبيره، لكن الحكم غير رشيد، حكم لو حزبي لو ميليشياتي لو طائفي لو يعني ايش اقول؟ والله ما 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 اشكرك واضح الحكم اشكرك واضح، شكرا دكتور. دكتور رافع الفلاحي، الى اي حد انه هاي التظاهرات الموجوده الان في شمالي العراق وتظاهرات تشرين قبلها اثبتت او قدمت برهان اخر على فشل هذا النظام السياسي، خاصه دكتور بازياني تحدث عن نفس المعاناه ونفس القسوه ونفس الفقر والتهميش الموجود في الشمال او موجود في البصره او موجود في بغداد، وبالتالي اثبت انه هذا النظام هاي التظاهرات فشل هذا النظام السياسي وكل قواه بلا استثناء بلا استثناء يبدو بلا استثناء، وأنه الحتمية يجب أنه هذا النظام إنهاء وإيقافه. أستاذ ماجد، الدكتور بازياني حقيقة يعني شرح الوضع بشكل دقيق بشكل واضح بشكل إنساني وعلمي ودقيق واضح، يعني ليس فيه لبس، وهذا الوضع الكل يعرفه، لكن في واقع الحال يعني قبل أن أجيبك على هذا الموضوع أريد أن أقول، قبل أن أقول لك عن التظاهرات ووضعها، أريد أن أقول ربما جاء في حديث الأخ الدكتور بازياني قال إنه الحزبين الكرديين لهما يعني أرثهم الاجتماعي، لهما وجودهم الاجتماعي، هذا صحيح، هذا لهم عمقهم الاجتماعي نعم، لكن هذه الحالة لا تكفي، يعني حزب له عمق الاجتماعي، أحزاب لها عمق الاجتماعي، الحالة تغيرت عندما كان المواطن الكردي يقاتل في الجبل وهذه الأحزاب ترعى هذا المقاتل وكان معها وسلاحها، الآن غير شكل، الظرف اختلف، واختلاف الظروف يتبع أيضا اختلاف بالتفكير والرؤية والمتطلبات، هذه لا تدرك الأحزاب الحقيقة، لأنه بالنتيجة المواطن يطالبك بالإنجاز، يطالب يعني ما هو الإنجاز،
حصاد الإنجاز هذا، يريد إنجازاً واقعياً على الأرض. هو يرى العالم يتطور وهو يتأخر، هو يرى العالم وضعية الحياة تصعب عليه، يصعب تصعب عليه دراسياً. يعني حتى في التظاهرات عندما تقرأ كم هي المبالغ المطلوبة للطالب، 60,000 دينار و100,000 دينار لا تساوي شيئاً، يعني حتى ربما لا توفر له وسيلة نقل يومية للشهر، مو مبالغ كبيرة. وقطعت في عام 2014 واستمر القطع لغاية الآن، مع أنه أسعار النفط زادت، مع أنه البحبوحة الاقتصادية الآن كبيرة، مع أنه التفاهمات مع حكومة المركز مثل ما يقولون جرت، لكن الوضع مثل ما هو ومسكوت عنه. المواطن في وضع اقتصادي صعب، لذلك عندما حصلت مشكلة الحدود البيلاروسية البولندية وذهبوا المهاجرين هؤلاء وغالبيتهم من العراقيين ومن الأكراد، عندما عادوا كان السؤال وما لحد الآن عندما تسأل أي واحد منهم لماذا سافرتم، لماذا هاجرتم، سألتهم كل الفضائيات، وإذا بهم هذا المواطن اللي في الشمال يقول لك بسبب الوضع الاقتصادي، وضع اقتصادي مزري لم أستطع أن تحمله. واحدة تقول بعت بيتي، يعني أخذوا بيتي، أخذوا كل شيء، وقادت أطفالها المهربون، يقصد مهربون، نعم، نعم، وقادت أطفالها شباب بعمر الورد من أبنائنا الأكراد، نعم، يتركون كل شيء ويتركون عوائلهم ويذهبون إلى هذا الجحيم. لماذا؟ لأن الوضع مغلق أمامهم، نعم، وصلت إلى حالة من الإغلاق. فبالتالي والآن يسألونهم وراء كل هذا الضيم وراء كل هذا القهر، هل ستعود وتجرب المرة أخرى للهجرة؟ يقول نعم سأذهب، والبعض منهم لم يوافق على العودة، بقي هناك، يعني رغم إعادتهم ربما قسرا ربما كذبا بادعاء العودة وتحسين الأوضاع. وهذا بالنتيجة يقود إلى أن هذه التظاهرات لم تأتي من فراغ، ما جاءت من فراغ، جاءت من معاناة كبيرة وتراكم للمعاناة. وهذا الحال بالشمال هو نفسه بالجنوب، في الوسط، في الغرب، في الشرق، في العراق كله. مثل ما قلت، لأن فلسفة السلطة الحاكمة الماسكة للعراق فلسفة شاذة غريبة عجيبة، تمتلك الأموال وتصرفها على نفسها وجماعاتها، والمواطن لا يساوي شيئا عندها. أشكرك. وبالتالي المواطن يدفع ثمن هذا ولن يقبل بهذا الموضوع. شكرا دكتور. أستأذن منكم من بقية الضيوف الكرام والمشاهد الكرام لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في طاولة حوار لهذه الليلة. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في تظاهرات شمالي العراق من جراء الفساد الحكومي هناك. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي والدكتور محمد بازياني. دكتور قحطان، خروج تظاهرات في شمالي العراق، التحاق هذه المحافظات بحراك تشرين، بتظاهرات تشرين ضد الفساد، ضد النظام السياسي الفاسد، خاصة وأن شمال العراق قيل أنه مزدهر، مستقر ومزدهر اقتصاديا، وهو مختلف عن بقية مدن العراق. أي دلالة، أي مغزى دخول شمال العراق على خط تشرين برأيك؟ هذا دليل بشكل واضح على أن الذي قيل عن المنطقة الشمالية هي مغاير الحقيقة. نعم، لا يمكن أن نخفي أن نرى عمارات وبنايات ومولات في شمال العراق، ونرى نوع من الأمن والاستقرار، ولكن علينا أن نسأل الأسئلة التالية: لم تكن الجهات المسؤولة في منطقة شمالي العراق هي جزء من الحكومة العراقية في بغداد؟ لماذا هي تسعى إلى
تدمير الدوائر المعنية والبنى التحتية في عموم القطر كجزء من عملية منهجية كاملة شاملة، في حين عملية بناء شكلية في شمال العراق. أنا أعتقد الصورة هي التالية، أن بعد الاحتلال أريد من العراق أن يجزأ لاحقا باسم فدراليات وما يشبه ذلك، من طرق التي تذهب إلى الدول إلى الانفصال أو الاختزال هي أن تجعل بيئتين مختلفتين داخل بلد واحد، كالذي سعت إليه بريطانيا عندما احتلت الصين، جعلت من هونغ كونغ صيغة تختلف عن بقية الصين على أمل أن تكون استفتاء تقوم به الأمم المتحدة، ترى بيئتين مختلفتين وبالتالي تعطي لهونغ كونغ استقلالها عن الصين. فشلت لأن هناك دولة عظمى اسمها الصين. العراق أريد أن يبنى منطقة شمالية بصيغة شكلية ظاهرية غير التي تدمر بقية العراق، لكي يكون إحدى أدوات الفصل هي أما الاستفتاء الشعبي الفاشل الذي جرى قبل مدة، أو أن الأمم المتحدة يطلب منها أن تشخص حالة المتطورة الشكلية في شمال العراق لكي تنفصل المنطقة الشمالية عن العراق. ولكن الإرادة الخارجية التي صنعت الأحزاب السياسية بما فيها الاتحاد الوطني، حزب الدعوة، كل الأحزاب اليسار واليمين هي صناعة خارجية لا يراد لها العراق أن يتقدم أو المنطقة معينة أن تكون بصيغة واحدة جديدة. ولكن هنا نقول ماذا الذي عمل في شمال العراق؟ عمل فقط مولات وبنايات. أسأل سؤال وسألته أكثر من مرة، هل بنيت مصانع في شمال العراق؟ هل معمل سجائر السليماني الذي كان ينتج سجائر السومر تصدر لكل المناطق المجاورة هل يعمل أم انتهى؟ المزارع هل الآن يزرع تبغ بالنسبة التي كان يزرعها أيام النظام السابق ويعطى دعما ماليا له؟ إذن الذي حصل هي شكلية بنايات استثمارات خارجية أموال تنهب ومولات، ولكن الأساسي للاقتصاد عطل وهو الصناعة غائبة تماما، الزراعة الحقيقية غائبة تماما، التجارة الشكلية فقط وهو السبب الأساسي لأنه انهارت المنظومة وانهارت القيم وتكشفت الحقائق. دكتور، في جزئية التظاهرات اللي جرت في سليمانية وغيرها، الأحزاب الحاكمة حاولت أن تبرئ ساحتها وتلقي بالمسؤولية على الحكومة في بغداد بدعوى أن هناك مستحقات مالية لكردستان العراق الحكومة لم تسددها، ليس هناك من اتفاقات حصتنا مدري إيش. إلقاء المسؤولية على الموجودين في بغداد يبرئ الأحزاب الكردية من تفاقم الوضع ومن ثم انفجاره بهذا الذي جرى، انفجاره شعبيا؟ أنا اتصلت أنا بأحد الأخوان في ساحات التظاهرات في سليمانية، المثقفين سليمانية، قال لي هذا دعاية لا تؤخذ لنا ولا نعتقد بها ولا نؤمن. وإذا ما أتينا بمقارنة بسيطة، كم يملك عوائل المسيطرة في شمال العراق الأحزاب السياسية، عوائل السياسية كم تملك من أموال؟ كبار حزب الديمقراطي وكبار حزب الاتحاد الاجتماعي والديمقراطي كانوا يملكون من الأموال طائلة. إذن هناك أيضا سلب ونهب واستئثار ذاتي، وهناك إلقاء التهم وإلقاء المسؤوليات على آخرين، كما حصل الكاظمي يلقي المسؤولية على سابقه وسابقه يلقي على الذي جنبه، وبالتالي الجميع دون استثناء العملية السياسية برموزها عبارة عن فساد في فساد في فساد. أشكرك دكتور محمد بازياني. هل تعتقد أن هذا الحراك الشعبي الذي قد يكون توقف سيعاود نشاطه مرة ثانية، وأن هذا التوقف مرحلي يعني، وحتى إعادة المنح الطلابية له الحقيقة معالجة ترقيعية وليست جذرية؟ ما دام الفساد موجود معناها أسباب وعوامل الانفجار موجودة، ولذلك الانفجار الشعبي قادم. لا محالة إذا لا يفكر السلطات وبالذات الحزبان الرئيسيان في الإقليم والأحزاب العراقية بعموم، وما يكون خدام للمواطن بطبيعة الحال، كما زالت نظم وأحزاب مثلا على سبيل المثال مثلا الحزب اللي كان يحكم تركيا، وهسه رئيس الحزب يعتذر للمواطنين يقول ما أنطيناكم حرية الاعتناق وحرية الدين نعتذر. شو هذه الأحزاب إذا يعني لا يعيد النظر في مواقفها سوف يكون مصيرها
مثل مصير النظم السابقة في العراق. هذا أنا قلت لهم بصراحة وفي المناظرات اللي موجودة اللي تقام في الإقليم حقيقة. يعني السلطة يجب أن يكون خادم، كما يقول العرب سيد القوم خادمهم، مو يتم خدمتهم من قبل الشعب والشعب يكون مقهور. هذا هي الحالة، لا تستمر أبدا. والسلطات في الإقليم وفي العراق أنا علم بهذا، لأن في سنة 2004 أنا في أحد مناظراتي ومعظم الحزبيين كانوا موجودين في مركز الهدى للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قلت الآن اللي ما يفكر أي تفكير الحكومة في مصائر هذا الشباب. هالشباب ما شافوا الظلم اللي كان على المواطن الكردي في المنظمة السابقة، لكن يرى من أبناء جلدته اللي كانوا يدعون بالوطنية ويدعون بحقوق الكرد، والآن هم يهضمون الحق. في حين في زمن البائد كان الطالب تأخذ مخصصات طلابية ويعيش مكرر ومعزز، لكن الآن يقولون في أي بلد من بلدان العالم لا توجد هناك مبالغ تصرف على الطالب، لا بالعكس. أنا الآن في أنقرة 20,000 طالب ومعظمهم من العراقيين الآن يدرسون على ملاك الحكومة التركية، وتعطى لهم مبالغ ويكفيهم زيادة. فهذا يعني بلد غير بلده ده يخدمه، لماذا؟ من دون أن يطلب منا أي شيء، يعطيه الإجازة، يعطيه الزمالة، ويعطيه كل شيء. أكثر من 20,000 أخي الفاضل، وإحنا طلابنا ده يعانون معاناة، وشبابنا يموتون على شو اسمه على إيش على البحر الأبيض. نعم. هذه الحالة يعني مو هذا النظام، هذا مو حكم. أشكرك، واضح. هذا حكم قرقوشي كما يقال. أشكرك دكتور. مو حكم إنه خادم للشعب. شكرا دكتور بازيان. بالجمال كنتوا خدام. واضح. الآن يجب أن تكونوا تخدموا أكثر. أشكرك. الشعب هذا هكذا يريد. شكرا دكتور بازياني. دكتور رافع، هذه التظاهرات الآن بهذه الأعداد الكبيرة، الآلاف التي خرجت في شمال العراق، في السليمانية، في أربيل، في دهوك، في رانيا وغيرها، إلى أي حد قوضت هذه الصورة التي كانت تسوق عن أن كردستان ملاذا آمنا أو مزدهرا اقتصاديا وشعبه يعيش في رفاهية، حتى الآخرين دعوا أنه حتى في المحافظات المنكوبة للخلاص من الميليشيات واستهداف الميليشيات وإجرامها، نذهب وننشئ إقليم مثل إقليم كردستان. انظروا إلى إقليم كردستان، يتمتع بسلطات ذاتية وبازدهار وبرفاهية، والثروة توزع على أبناء. الآن هذه التظاهرات التي جرت الحقيقة يبدو نسفت كل هذه الصورة. هذا واقع حال صحيح، الإشارة هي ذكية، وما أشار إليه دكتور قحطان قبل قليل حول هذا الموضوع وربط بأنه يعني التطور الذي حصل في المحافظات الشمالية في أربيل وسليمانية ودهوك من بناء وشوارع ومولات، كان الغرض من عنده يوصلهم إلى حالة من الانفصال وتستقل. أنا أعتقد هذا بدليل أنه عندما جرى الاستفتاء في الشمال، عندما جرى الاستفتاء على الانفصال عن العراق قبل فترة، ما الذي حصل؟ كل دول العالم رفضت هذه الخطوة. نعم. ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى هذا المشروع الذي نتحدث عنه عن الانفصال. الحقيقة هم يريدون السلطة في الشمال في أربيل وفي غيرها في سليمانية في دهوك، كانت تصور للمواطن أنه هذا البناء وهذا الشكل الذي سنبنيه لكم سيؤدي إلى بناء أسس دولة جديدة يجب أن نتطلع إليها، فكانوا يداعبون أحلام الشباب وأحلام الناس في أنه بإمكانية إقامة دولة، وهذه أحلام عصافير لأن العالم لا يقبل بهذه الدولة الحقيقة. وبالتالي هم وصلونهم إلى طريق مسدود، ووصلوا إلى الطريق المسدود طلعوا في تظاهرات وانهزموا إلى الخارج، راحوا مهاجرين، رموا نفسهم بالبحار، رموا نفسهم على حدود دول تستعمل ضدهم القسوة والقتل والإهانة وسلبهم كرامتهم وسلبهم أموالهم. هذا الذي يحدث، وهذا الموضوع في نفس الوقت هذه الرسالة كانت هنا من السلطات، والرسالة الأخرى من سلطات أخرى كانت تدفع باتجاه أن انظروا إلى الإقليم في الشمال، هذا الإقليم الذي يسمى إقليم
يزدهر وفيه بناء وفيه مولات وفيه شوارع، والناس عندما تذهب تصيف أو تذهب إلى هناك أطباء موجودين في المستشفيات، أنت تذهب يعني تتعافى أو تتشافى من مرض معين في مستشفيات معينة في أربيل وفي سليمانية، هناك تطلعوا إلى هذا النموذج وابنوا نموذج مشابها. نعم. هذا يخلق حالة من تمزيق العراق، من التفكير بالفدراليات مثل ما تحدث الدكتور قحطان، تفكير بالفدراليات لكن من غير استقلال، لأن كلما بقيت الفدراليات بهذا الشكل وتوسعت ستؤدي إلى ضعف العراق أكثر. كلما كان الهدف هو أن تستمر أن تحشد الناس باتجاه هدف معين، وصلت الحالة يعني، وأنت تشرت إلى المحافظات المنكوبة، وصلت الحالة إلى أن بعض الناس في هذه المحافظات يقول لك لا أريد من العراق شيئاً، أريد أن تصنع لي إقليماً مثل كردستان. نعم. وهذه كارثة كبيرة. وبالتالي هذه التظاهرات والتظاهرات التي سبقتها في 2011 وغيرها في الشمال بيّنت هذه الكارثة كذبة، هذا الموضوع كذبة، مجرد مسحوق من المكياج، وأن منظومة الفساد الحكومية واحدة في واحدة الشمال والجنوب في الجنوب. نعم. والمراد أن يبقى العراق شمالاً جنوباً وسطاً غرباً شرقاً ضعيفاً، لكي تتحكم به قوى خارجية، تتحكم به سلطات داخلية، تسلبك كل حقوقك، لا تعرف حقوقك أين تذهب، لا تعرف مستقبل، لا تعرف حاضرك ومستقبلك. الآن في الشمال عندما تسأل الشباب يعني هل أنت مطمئن إلى حاضرك ومستقبلك يقول لا. عندما تسأل الشباب في بغداد في الرمادي في البصرة في العمارة نفس السؤال يجابك نفس الجواب، وهو يبحث عن الهجرة، وأعلى مستويات البحث عن الهجرة. واحدة من الاستبيانات، عفوا للإطالة، واحدة من الاستبيانات الأسئلة للشباب في الشمال والجنوب، ويعني صنعتها واحدة من كبريات الشركات المعنية بهذا الموضوع من مراكز البحوث، أول شيء كانوا يكتبون يعني ما هي أمنياتك للشاب العراقي، يقول الهجرة من العراق. نعم. وهذه كارثة كبيرة، إذا كانت هناك ديمقراطية، إذا كانت حياة جديدة وعراق جديد فدراليات وتطور، طيب الشاب العراقي لماذا يرغب بالهجرة؟ لماذا يذهب؟ إذا اكو وضع الهروب الحقيقي والفرار وليس الهجرة. كارثي. نعم. أشكرك دكتور قحطان الخفاجي. كل مؤشرات الواقع في شمال العراق مثل ما هي في العراق، أن هناك طبقة سياسية فاسدة ماضية بالفساد، لا محاسبة على الفساد، لا تخفيف للفساد، ويقابلها من جراء هذا واقع معيشي مؤلم، اقتصادي مؤلم، من فقر وتهميش وعوز وما إلى ذلك. إذا ما تفجرت التظاهرات في شمال العراق، هل تعتقد أن السلطات ستحذو حذو شركائها في بغداد وتلجأ إلى آلة القمع والتنكيل والبطش؟ وهل سينقذها هذا من مصير مشابه لمصير الطبقة السياسية في بغداد؟ هي إلى حد ما لجأت إلى القمع للتظاهرات، ولكن لا أعتقد أنها تذهب بعيداً في القمع كما حصل في مناطق العراقية الباقية. أعتقد أنها سوف تكون مضطرة لأن تلبي بعض الحاجات الأساسية الثانوية، عفواً ليس الأساسية، كدعم مالي أو شيء من القبيل، ولا أعتقد أن تذهب بعيداً. ثم أن الطرف الثالث لم يكن موجود هناك لأسباب معروفة حقيقة، لأن البيئة هناك لا تسمح أن يكون طرف آخر في الساحة. إذن أعتقد أن الجهات الرسمية في شمال العراق ستلجأ إلى حلول معينة وإن كانت ترقيعية، ولكن لا تذهب إلى أبعد من ذلك، والقمع لا أعتقد يأخذ الصيغة التي أخذها في المناطق الأخرى في العراق. لذلك أعتقد الأمر سيسوى شكليا، ولكن الحراك سيبقى مستمر، لأن الجهات المعنية السياسية دون استثناء غير جادة بأن تنهض بالشأن العراقي، لأن مصلحتها الضيقة وارتباطتها الخارجية أقوى تأثيرا على سلوكها الداخلي. دكتور بازياني، هل تتوقع أن الأحزاب الحاكمة في شمال العراق التي لم تأخذ درسا أو عبرة من تظاهرات بغداد والعراق طبعا عموما، هذه المرة ستقرأ المشهد في شمال العراق بشكل مختلف، وبالتالي ستعتمد نهجا مختلفا لتخفيف الفساد والالتفات إلى معاناة الشعب والتخفيف من هذه المعاناة، وممكن تكون هناك يعني إجراءات على الأقل اقتصادية مختلفة هذه المرة؟
أتمنى ذلك، وأتمنى أيضا المسؤولين في العراق في بغداد وفي بقية المحافظات أن يشعروا بما يعانيه المواطن. أنا في نظري هذا كان درسا يعني قاسيا للحكام للإقليم. أنا في نظري يعيدون النظر في بعض المواقف كما قال ضيفهم الدكتور خفاجي. يجوز هناك يكون يعني انفتاح أيضا من قبل السلطات، لأن ما شعروا بكم الهائل من القهر الموجود على الناس. الآن بدأت الأصوات تتكلم، وليس الطلابية، الأصوات المثقفة، المحامين، الحكام، المعلمين، المدرسين، أساتذة الجامعات، الحقوقيين. فأنا في نظري هالمرة لازم يعيدون النظر في مواقفهم السابقة. إذا لم يعيدوا النظر فهذه تكون الطامة الكبرى أنا في نظري، ونكون على حافة خطر كبير، ونحن نشعر هذا، ونتمنى من السلطات أن يعيدوا النظر في مواقفهم ويكونوا خدام للشعب حتى يحبهم الشعب، والشعب أيضا هم يعني يعيشون من أجل الشعب، أن الشعب وصلهم إلى هذه المراكز، والشعب غدا أنا في نظري يسلبهم هذه فلاحي بلاس خارت، ممثلة البعثة ورئيسة البعثة الدولية في بغداد، وفي إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن الدولي على الوضع بالعراق، قالت إن الوضع إن هناك انفجارا شعبيا قادما. الانفجارات الشعبية كانت في العراق ذات صبغة أو طبيعة جغرافية، تظاهرات في غرب العراق أو تظاهرات في جنوب العراق، الآن تظاهرات في شمال العراق. الانفجار القادم هل سيكون انفجار شعبي ذا صبغة عراقية هذه المرة وليست مناطقية أو جهوية؟ بالتأكيد الناس ملت من هذه الكلام وجربت كل هذه الادعاءات والشعارات وجدت أفاعيلة. على فكرة تظاهرات في شمال العراق وجدت تعاطفا هائلا من كل المتظاهرين والناشطين في كل بقية مدن العراق. نعم. في كل مكان. نعم. نعم. هذه لأن الكل يشعرون أن هؤلاء الشباب هم أهلهم، هم أولادهم، هم من بيئة واحدة، دعك من اللغة، دعك من القومية، لكن هو عراقي بالأول والأخير، هو عراقي، ومعاناته واحدة، والسلطة واحدة، والأموال واحدة، والمصير والتاريخ واحد، رغم كل المعاناة، رغم كل المصائب التي حصلت في العراق، رغم كل التاريخ الأسود، لكن واقع الحال هذا الشعب واحد، مهما فعلت أنت بالنتيجة ستضطر إلى أن تتعايش مع هذا الشعب بكل فئاته، بكل أشكاله، بكل تلوناته. هذه الحقيقة عندما تشير بلس خارت، هذه ممثلة الأمين العام مسؤولة يونامي في بغداد، عندما تشير إلى أن الوضع سينفجر أو قابل للانفجار، هذه إشارة واضحة ورسالة واضحة إلى أن النظام الذي صنع بعد 2003 هو نظام فاشل. نعم. هذا نظام المحاصصة، هذا العملية السياسية فاشلة بكل المقاييس، بكل الاتجاهات، بكل القياسات، وأوصلت العراق إلى حافة الهاوية أو في عمق الهاوية، أوصلته بالشمال بالجنوب بالوسط. هذه السلطات، وهنا السؤال، هل تستطيع أن تتدارك ما حصل؟ لا تستطيع. بعد 18 سنة من الخراب والسرقة والنهب، هي تعودت أن تسرق، وتعودت على النهب، وتعودت أن تأخذ أموال غير أموالها، وتأخذ حقوق غير حقوقها، تهضمها. بالتالي العودة عن هذا الطريق سيؤدي إلى محاسبتها. أشكرك. سيؤدي إلى أن نضع إطار جديد، والإطار الجديد سيضطر الناس إلى محاكمة هذه السلطات طوال هذه 18 سنة وحاسبها على ما مضى، لأنه هذا تاريخ ناس، وهذه معاناة ناس، وهذه حياة ناس، ودماء ناس، وناس هاجرت، وناس ماتت، وناس خربت بيوتها، وناس فقدت كل شيء. هذا كله تاريخ وجزء من معاناة ومن المسؤول عنه هذه السلطات وهذه العملية السياسية برمتها التي أثبتت فشلها. أشكرك دكتور. بهذا مشاهدي الكرام نصل لأختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في تظاهرات شمالي العراق من جراء الفساد هناك. لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفه، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأشكر أيضا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كان معنا عبر سكايب، كما أشكر الدكتور محمد بازياني رئيس مركز الهدى للدراسات والأبحاث، كما أشكركم مشاهدي الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.